ضروري ضروري مظهر، مظهر ضروري الانسان يكون مزيان نقي لابس مزيان، انا كل شيء على المظهر. عندك الحق اوبيسلي، حيت بزاف الناس اللي كيتموا غير المظاهر ديالهم ما كيفكروش كاع بان خاصة البيرسوناليتي تكون زوينه. بعض المسائل كمثلا كما قلنا المجتمع والمحيط ديالو، الهيئه ديالك غادي تبان انت في وسط المجتمع وكذا، وني في بعض المسائل راه المظهر ما كينفعش. لا انا شرفت على الموضه. هي اللي كتحكم دابا، دابا الناس ما كيمشيو غير على المظاهر. الحق انا جبوف كنتابع الموضه، مره الموضه المحترمه. يعني ما يمكنش انسان يعيش بدون موضه، وكتختلف على حسب النوع ديال الانسان، على حسب المستوى ديالو المدخول ديالو وكل شيء. يا المزوق من برا اش اخبارك من داخل، هذا مثل مغربي اول معنى كيجينا في البال ملي كنسمعوه هو المعنى ستيلبيليا. فهل هذا يعني فعلا انه اي انسان كيتهلا في المظهر ديالو انه انسان فارغ؟ معنا اليوم سيمو ضيف الحلقه، هو شاب مغربي طموح خلى حبه للازياء والموضه من صغره يتوجه لهذا المجال ويقرر انه يصبح مصمم ازياء مغربي. داك المثال ديال المزوق من برا اش خبارك من الداخل، لا سي با دو تو سا، سي الكونترير. كي دي مود دي كولتور جينيرال، دي كولتور دو مود. كي دي مود دي دماغ عامر. ملي كنت صغير كنت كنخرج كنمشي مع لي بارون ديالي، على بلاص باش هما يعزلوا لي الحوايج كنقول لهم انا بغيت هادي وهادي وهادي وهادي. كنت جيساي دو ستيليزي لا توني ديالي كامله بوحدي. انا في لا بروموسيون ديالي انا الدري الوحيد اللي في لا كلاس، ما بينات 8 ديال البنات، و جو تروف سا نورمال. ليكول ديالي غدا كتلقى اقبال على الدراري، جونغ لا بروموسيون ديالي انا الدري الوحيد. لي دو ديرنيير بروموسيون تزادوا بزاف ديال الدراري، سافو دير كو هاد الدومين هذا غادي وكيبان بزاف في المغرب. سيمو كيتوصل بالعديد من الملاحظات والتعليقات السلبيه، ومع ذلك هو مصر على انه يكمل في هذا المجال. انا مسطي لو فيت كو دخلت درت لا مود، سكو عندي دماغي، عندي بزاف ديال الحوايج باغي نحققهم. كيجوني بزاف ديال لي كومونتير، وبهاد لي كومونتير باش كنزيد انا نطلع الفوق، باسكو بلا هاد لي كومونتير الخايبين ما نقدر ندير حتى شي حاجه. كلشي كيهتم باللوك ديالو. مون بتي كوزان الى 11 ans اشاك فوا كيجي كيقول لي عفاك محمد، قاد لي عفاك شعري بحال كيف كتصايب نتايا، عفاك وريني واش لبس هادي مع هادي. كياخذ لي كونساي من عندي. دونك لي جينيراسيون كاملين دابا طالعين تبارك الله كيهتموا بالشكل ديالهم، كيهتموا توسكي مود، توسكي ستيل تو. ولكن شنو هي اسباب وعوامل هذا الاهتمام؟ هناك سلوكيات معينه داخل المجتمعات تؤثر فيها وسائل الاعلام بدرجه اولى، وفي الحقيقه الموضه هي تخرق هذه الموضعات، يعني لا تجعلنا نتبين الكمالي من الاساس. نعرف بانه كثيرا من الكماليات تصبح ضروريات بفعل مطرقه وسائل الاعلام، لانها تقدمها كاشياء ضروريه لكي تكون حداثيا، ولكي تكون كذلك منتمين الى فئه معينه، ولكي تكون في عداد ما نسميه بالفرنسي اتر على باج. تقدر تكون وسائل الاعلام ولا البيئه اللي عايشه فيها تتمارس واحد الضغط كبير على الشخص، وتحاول انه يساير ديك الصيحات الموضه باش يبقى في واحد المجموعه في الانتماء ديالو ديك المجموعه، وتقدر تكلفه كثير. السؤال المطروح هو وقتاش كيتحول الاهتمام بالشكل والمظهر الى مشكل؟ المشكل ديال محاولة إرضاء الآخر، يعني طريقة ديال الهندام ديالي ولا طريقة ديال اللباس تنقلب فيها على واحد لو روكار، واحد الرؤية، واحد الإعجاب، واحد الاعتراف تنقلب على ديك الاعتراف، وهنا تيكمن الخطر. إذا كيفاش ممكن للفرد أنه يتجنب الوقوع في مثل هاد الأخطاء؟ الحل هو أننا ما نعتمدوش فقط على معيار ديال اللباس، كاين معايير أخرى وما بينها الإنجازات. خص الإنسان يكون واعي، احنا بطبيعة الحال رابط بأن عندها علاقة، حتى هذه الصورة الذاتية عندها علاقة كبيرة بالعائلة.
وتنوجه واحد النداء للاباء، راه الصوره الذاتيه ديال ولادكم راه تتكون من ديك الرؤيه ومن ديك الشوفه الاولانيه اللي تتشوفوا في وليداتكم، ديك الكلمات ديال التقدير، كلمات ديال التشجيع، وما يكونش فقط عنده علاقه غير بالمظهر، ولكن نركزوا حتى على الافعال، شنو تيديروا، نركزوا على الاخلاق، نركزوا على يعني معاني اخرى. والشخص حتى لما تحتلوش فرصة أن يكون عنده والدين من هذا النوع ولا المدرسة تكون لعبت هذا الدور هذا، أمين جامي تخوطاخ ينوض ويبدأ يركز هو مع نفسه على يجعل الإنجازات دياله، بدي يقول ماشي غير فقط شنو لبست ولكن شنو درت. كيف ما شفنا جميع ماشي غلط أنك تهتم بالمظهر ديالك، خصوصا إذا كان كيعزز الشعور بالثقة في النفس، ولكن الخطأ أنه يتحول هذا الاهتمام إلى هوس ومصدر وحيد للثقة في النفس. هذا ما كان، وكيف قالوا الناس زمان، الحر راه غير بالغمزة. تبقوا على خير.